ممكن اخد التليفون ونكمل. استاذ احمد اهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. كل سنه وحضراتكم بخير وحضرتك بألف خير والامه الاسلاميه والشعب المصري كله بخير يا رب العالمين. امين يا رب. اتفضل يا فندم. والله انا كان عايز اسال بس فضيله الشيخ كده في حاجه. اتفضل. هو انا والدي في مشاكل كتير بيني وبينه، تمام، وحاولت اكتر من مره ان انا اكلمه كده، لكن هو يقع عليا ضرر كتير جدا لما بقرب منه على اسرتي وعلى بيتي وعلى حياتي بالمنظوم الخاص والعام بشكل عام، برضه بيقع عليا مشاكل كتير جدا. فانا عايز اعرف اذا كان ده في عقوق والدين. تسالش عليه خالص؟ عقوق والدين؟ لا، هو انا بسال عليه وببعث له حاجات عن طريق ناس، لكن هي القصه وهي القصه وما فيها ان انا بيقع عليا مشاكل كتير جدا. هو اضرار من الشعب، اضرار من حكومه، اضرار من كل حاجه، لان هو يعني حد ما فكرش في الشكل العام بالنسبه لينا خالص تماما يعني. فهل ده فيه عقوق ولا ما فيهوش عقوق؟ انت ما فيش اي تواصل معاه خالص يا استاذ احمد؟ لا، ما فيش تماما خالص، لا بتسال عليه ولا بتشوفه؟ لا، بيبعت له عن طريق من بعيد، عن طريق ناس تانية، لكن مش مباشره ليه يعني، ما بترفعش سماعه التليفون تكلمه هو، لكن بتطمن عليه من خلال ناس وبتبعت له حاجات من خلال ناس. برافو على حضرتك يا فندم. طب وليه حضرتك ايه اللي يحصل او الضرر اللي يقع عليك لما تقرب منه وتسال عليه وتحتويه؟ والله هو يعني هقول لحضرتك، ولو ان انا ما حبيتش اتكلم في الموضوع ده، لكن هو انا ممكن لما اقرب منه، انا كنت قاعد معاه في البيت بسبب صحابه ومشاكل كتير في البيت عندنا وبيجيب ناس مش كويسه، فجت في مره الحكومه اتخذت معاه وتعمل لي قضيه بسببه، اكتر من مشكله يعني، اكتر من حاجات كتير مش هينفع اقولها على الهواء. تمام تمام تمام، مفهوم. تمام. نعم. هو الوالد. طيب. مش كده؟ والده مش اخوه. تمام. لا لا نعم. طب حضرتك عايز تسأله؟ لا لا كده خلاص. طب حاضر. تابعني يا استاذ احمد. لما هو بيبقى الاب المفروض، هو طبعا احيانا هي فعلا بعض، هو دي حالات على فكره يعني سمعنا عنها بتبقى قليله قوي برضه، واحيانا الاب فعلا ممكن يستدين ويبهدل الدنيا بره ويحمل اولاده الهموم ويستلفوا من هنا. شفت حاله كده، يستلف من هنا ويقترضوا من هنا عشان ينجوه من السجن ويرجع يطلع ويعمل تاني هذا الامر. ففي احيانا بعض اولياء الامور كده مبقاش ايه، ما عندهمش لا مبالاه لما يحدث لاولادهم من تعب نفسي بسبب لخبطتهم هم في الحياه. مش تعب نفسي بس، ده تعب نفسي وسمعه يعني كل حاجه. فلذلك يعني، بس انا يعني الحقيقه ما اقدرش اقول له ابدا ما يسالش على الوالد. يعني يسال عليه. هل لابد من السؤال؟ هل السؤال من بعيد لبعيد زي ما استاذ احمد بيعمل عن طريق الناس، وانه بيبره من وجهه نظره عن طريق الناس بانه بيبعت له احتياجاته او بيبعت له حاجته؟ هو انا لما ابعت الحاجه، ايه المشكله ان انا اخدها واديها له واروح سايبه ماشي، ما هو واطمن عليه واروح ماشي؟ هو بس هو ربما يكون قلقان من فكره انه يروح تاني فيحصل نفس الموقف. يعني بيقول حضرتك كان قاعد معاه في البيت، ويعني هو تسبب، الاب تسبب في مشكله كانت نتيجتها، هو مجرد ينظر اليه يسلم عليه بابا خد الحاجه وسلام عليكم، انما ما يحصلش الامر ان انا اقدر اقول له ما تشوفش ابوك خالص. لكن ما يكفيش يعني لو في وضع، هو ده، هو طبعا وضع سيء زي ده، هو ده جزء من البر. هو جزء من البر، مش كل البر. يعني يا استاذ احمد لو حضرتك بتسال عن البر تقدر بشكل. نعم. كامل، فلابد ان حضرتك اللي تروح بنفسك يبص بس وتبره عليه. يبص عليه بس وشوفه عامل ايه وخلاص، وتحاول يعني ما تقعدش لو في حاجه هتسبب لك اذى في المكان، خلاص ما تقعدش في المكان، وحاول تنصحه. نعم. ربما يكون كلمه منك ترجعه عن اي طريق سيء ممكن يكون بيمشي فيه. نعم.